Den değil muallim ne meri metel beşeri timedü tel bereketu ale cemene emin de rabbelahum mesel ahir. Kaylen yücbe melekul semavat regül zara zaran geyiden fi hakli. Ve fi mennet niyem ca'du ve zara zivanın fettil kamhi ve amada feleme nebetil kamhi ve esmer. Hine izin zahar el zivan aydın ve ca'bide rabbel haklu ve kalu lehu ya seyyidna leysu zaran geyiden zarahtu fi haklik. فمن أين وجد هذا الذوان أيضا قال لهم إنسان عدو فعل هذا فقالوا لا تريد أن نذهب نجمعه فقال لا لئلا تقلع القمح مع الذوان وأنتم تجمعونه لكن دعهما ينميان كلاهما معا إلى زمان الحصاد وقت الحصاد وقل للحصادين اجمعوا الذوان أولا واربطوا حزما ليحرق بالنار أما القمح اجمعوا إلى مخزنه وقدم لهم مثلا قال يجمع له كل سماوات حبة خردل غذا إنسان وضحى في حقله وهي أذغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول جميعها وتصير شجرة حتى طيور السماء تأتي وتستظل في أغصانها وقال لهم مثلا آخر يجمع له كل سماوات خميرة خذتها امرأة وضعتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر العجين جميعه هذا كله خطب به يسوع الجمعة بأمثال بغير مثل لم يكن يكلمهم لكي يتم ما قيل بالنبي القدس افتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ إنشاء العالم حينئذ انصرف يسوع الجمعة جاء إلى البيت جاء تلاميذه قائل فسر لنا مثل زوان الحق أما هو فجاب وقال لهم الزرع زرع جيد هو ابن الإنسان والحق هو العالم وذرع جيد هو بنو الملكوت والذوان هو بنو الشرير والعدو الذي ذرعه هو إبليس والحصاد وانقضى هذا الدار والحصادون هم الملائكة فكما يجمع الذوان أولا يجمع الذوان أولا يحرق بالنار هكذا في انقضى هذا العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوت جميع المعاصي فاعلي الإثم ويطرعونهم في آتون النار هناك يكون البكاء وسرير الأسنان حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم من له أذن لسمعه فليسمع باسم الأب والابن والروح القدس واحد أمين. ربنا عجيب جدا إنه يحنو حتى على الأشرار والخطأ حتى على الأشرار والخطأ. في هذا المثل يقول لهم إنسان زرع قمح زرعا جيدا وجاء العدو وحط زوان ولما كبر القمح كبر معاه الزوان قالوا نجمع الزوان ونحرقوه قالوا لا 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 حرام سبوهم بدون فرصة يمكن يتوبوا سبوهم بدون فرصة يمكن يتوبوا إلى يوم الحصاد ولألا تخلع الاثنين معا الزوان مع الحنطة والمزمور يقول الله لا يضع عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين لألا ربنا يحنو على الاثنين لألا يمد الصديقين أيديهم إلى الإثم ربنا حنين على كل اني متعجب جدا من حنوه ان في الاربع مخلوقات الغير متجسدين في صورة انسان يشفع عن البشر وصورة نسر يشفع عن الطير الطيور وصورة صور صورة صور يشفع عن البهائم وصورة أسد يشفى عن الوحوش إيه ده؟ ربنا حنين على الوحوش؟ وكل ما الإنسان يتعمق في علاقته مع ربنا يبقى حنين حتى على الوحوش جده آدم كان عايش مع الوحوش هو اللي سمى ده أسد وده ضبع وده نمر والقصة المشهورة بتاعت البابا كيرلس اللي كان بيشرب الضبع البن لما لقى الضبعة بتشرب بتلحق في فنجان البن في الطاحونة
راح عمل لها فنجان بن، قال لها وانت الاخرى تحب البن وقاعد يشربها بن. بصراحه بالنسبه لي ما بحبش البن، بس بشربه عشان اقلد البابا كرولوس. وشرب الضبع البن من الحنو، وهل من المعقول ان يفهم هذا في هذه الايام ان في القديسين يشرب الضبع، يشربوا مع الضبع في كاس واحد، واثنين من الناس ما يشربوش مع بعض في كاس واحد. احيانا يوصل العنف في البشر ان اثنين اباء يصلوا على مذبح واحد ولا يحنوا على بعضهم البعض. اول ما واحد يشوف للتاني خطيه ولا صعب قوي. ويا ريت اللي يتكلم يكون اللي شاف يقول شفت، واللي كان سمع يقول سمعت، واللي ما شافش وما سمعش يسكت. ويمكن اكثر من 80% من البشر يتكلمون في امور لا سمعوها ولا شافوها، لا سمعوها ولا شافوها، استنتجوا. ربنا حنين قوي، كلي الحنو. والقديس جيروم قال مناجاه يناجي فيها الله على حنو على كل البشر، يقول له كل الناس وكل الملائكه قساه لو قارنوا بحنوك، لانك ملك كلي الحنو. نسألك يا إلهنا أن تكون أنت الديان الوحيد لكل العالم، لأنك تحنو على كل البشر. كل الأديان اتفقوا على أن السيد المسيح هو ديان العالم. كل الأديان اتفقت السيد المسيح هو ديان العالم. ليه؟ أصله مش الديان بتاع العالم كله، يبقى تحت الحاجة مش كويسة في العالم. هو باختصار عشان وقت القداس، في أربع خمس حاجات أو فئات عاوزين حنو. أولهم اللي ماشيين غلط، اللي ماشي غلط مش محتاج توبيخ. أولهم اللي ماشي غلط مش محتاج توبيخ، محتاج ايه؟ حنو. زي الست اللي اتصلت بيا قالت لي ابني بيشرب حشيش، قلت لها وبعدين؟ قالت لي بفكر ما ادوش مصروف. قلت لها لا، تديه مصروفين، مصروف للحشيش ومصروف له، مصروف للحشيش ومصروف له هو. قالت لي ازاي؟ قلت لها قال روح يسرق عشان يجيب حشيش. في كثير من الأحيان أحب أدي حد فلوس، أقول له خد هات علبة السجاير. أنا مش موافق على السجاير، أمال إيه؟ عاوز أديله هو. وإذا كان بيشرب سجاير ما هيشرب سجاير، وأحيانا ياخد قوت البيت ويشرب السجاير. والحنو على اللي ماشي غلط إيه؟ تديله يشرب سجاير لغاية إيه؟ لغايه ما ربنا ياخد بيده، لغايه ما ربنا ياخد بيده. ايه رايكم يا جماعه؟ ده في واحد تلاقيه في الكنيسه متمسك تماما بوبخ عايز انتهر. طب يا عم غير انتهر، مش كله انتهار، مش كله توبيخ. امشي مع ربنا يسوع المسيح كلي الحنو، وشوفوا ازاي كان يتعامل مع الناس اللي بيمشوا غلط. فبمثل الاب والابن الضال والتاني الكبير، كان حنينا على الاثنين. ولاده الاثنين ماشيين غلط، الاثنين. عجبني قوي واحد في الستينات، لو ما كان في الستينات يعني، او كان في الستينات او في السبعينات، وابوه جايب له عربيه مرسيدس، راجل ارخن كبير يعني.
وابوي جايب له عربيه مرسيدس هو في الجامعه، سرقوا العربيه مرسيدس. اتصل بيقول يا بابا سرقوا العربيه، قال له ما تخدش يا حبيبي جيب لي غيرها، اوعى تتخض يا ابني ما تخافش عليها اجيب لك غيرها حبيبي. هذه الاباء اللي يحنوا كما يحن الله على الناس مش غلط. برضو ابن اختي صيدلي ربنا يديله الصحه طول العمر، لما كان في الجامعه اتصل بيا من تليفون غريب، تليفون مش بتاعه، قال لي يا ابونا، قلت له نعم، قال لي التليفون بتاعي سرقوه في القطر. قلت له ايه المشكله؟ قال لي ده واحد مستشار جنبي اداني التليفون بتاعه وبيقول لي انا ارن على التليفون وانت تمشى في القطر لغايه ما تلاقي التليفون بتاعك. قلت له اوعى يا حبيبي خليك في مكانك، ده لو مسكت التليفون بتاعك يروح يزقك على بره. اوعى يا ابني خليك في مكانك، صدقوني ينقصنا الحنيو. كلنا بنصلي على فكره، ده فينا ناس شطار قوي في القداس، بلابل بلابل، في ناس شطار قوي في الوعظ. وكما قلت مره، ما الاسهل ان يتكلم شيطان الكبرياء عن الاتضاع، هو الكلام بفلوس، وما اللي بفلوس يحنيو. ممكن تتكلم ولا تنفذ. معلمنا بولس الرسول يقول يا الذي تسرق أتقول لا تسرق، والذي تزنى تقول لا تزني. ينقصنا الحنو. أول ناس يحتاجوا الحنو اللي ماشيين غلط، وهم اللي كل من يراهم يوبخهم. ده يعني لو بنت من البنات لبست لها حتة فستان كده حلوة أو بدلة حلوة وبتشيك بيها كده وراح الكنيسة مبسوطة بيها، معلش هي مش حلوة يعني مش حشمة البدلة دي، أوه يقابلها أبونا يقول لها كلمتين، وقابلها أخونا يقول لنا كلمتين، في إيه يا عمي؟ في إيه؟ في إيه؟ الخطأ ليس خطأها فقط ولكن خطأين، خطأها إنها غير متحشمة، وخطأي إني عنديش حنو في قلبي، ما عنديش حنو في قلبي. اتصلت بيا بنتي كانت في الجامعة ودلوقتي متجوزة كبيرة، قالت لي يا أبونا ماما عاوزة تخليني ألبس البلطو في عيد الميلاد على البدلة الجديدة، بدلة شيكة حلوة قوي، ألبس البلطو. فاتصلت بمامتها طبيبة وقلت لها بقول لك إيه، انت اتشيكتي زمان واتجوزتي وخلصنا. قلت له بعدين؟ قلت لها تمسك البلطو بتاع فلانه تحطيه على يدك وهي تطلع بالبدله الشياكه بتاعتها دي عشان الدنيا عيد تشيك بيها، ولما تبرد بجدولها، ولما تبرد. اذا كان الحيوان يحنو على اطفاله فكيف لا يحنو الانسان؟ أنثى الأسد من غير اسمها عشان ما بحبش اسمها، اسمها صعب أوي، أنثى الأسد أسد على الناس، أما بالنسبة لجنين هتنام عشان يرضع. ويقول وإن كان نسية الأم، مش الأم أم الإنسانية، أي أم رضعها في الحنو، فربنا يشتغل أم، نسية الأم رضعها ربنا يشتغل أم. ما رأيكم يا جماعة؟ هل هناك حنو موجود في البيت؟ وهل هناك على الماشين غلط؟ اللي ماشي كويس خلاص؟ هل هناك حنو موجود في الكنيسة؟ اللي ماشي غلط عشان يرجع؟ هل هناك حنو على المتعود على السجارة؟ ويعينوا يحرموه من الجسد والدم. طب اذا حرمتوه من الجسد والدم كيف يشفى العليل من غير علاج الطبيب؟ لا يحتاج الاصحاء الى الطبيب بل المرضى. ده هو يروح يتناول عشان يكره السجاره، امال يكره السجاره ازاي من غير جسد ودم؟ ده معلمنا بولس الرسول الرجل العظيم، الرجل العظيم قال ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟
كلما أريد أن أفعل الخير أجد الشر حاضر أمامي، حتى أني لست أفعل الخير الذي أريده بل الشر. كلنا عارفين الأنين اللي في داخلنا، مرة تارة من الشهوة وتارة من الكرامة وتارة من الأموال، جمع الأموال، أنين موجود في داخلنا، أنين موجود في داخلنا. خليك حنين على اللي حواليك اللي ماشيين غلط. افتكر في مرة في اخوة الرب، في التوزيع بتاع اخوة الرب، الدكتورة الصيدلانية بصت كده عشان تجيب الدواء الواحدة وساب الموبايل بتاعها، راحت الست دي حطت الموبايل في شنطتها، وجاءت الدكتورة الصيدلانية بالعلاج ولم تجد الموبايل، وكان الدنيا عيد بيوزعوا ملابس في الدير. فاتصلت بي قالت لي خدوا تليفوني، قلت لها البركة البقية في حياتك، طبيعي جدا ياخدوا تليفونك. أصعب تجربة موجودة على الأرض الفقر، فقر. وأصعب تجربة على الراجل، دايما أقول كده، جيبه ما فيهوش فلوس، جسمه فيه مرض أمر الله، لكن جيبه ما فيهوش فلوس يبقى يعمل إيه؟ صعب أوي. وراح جاب الست، طلعت من بلد يا معينة، وجابوا الست عيني بترتعش، واللي يقول ما تجيش هنا تاني، واللي يقول البلد كلها ما يجوش هنا تاني. فجاني فكر في داخلي، قال لو ربنا يسوع المسيح كانت أمامه هذه المرة، كان هيقول لها إيه؟ كان هيقول لها أما أحد دانك ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام. قلت لها يا ست خلاص على كده انتهينا، تبقى تيجي تاخد الحاجة بتاعتك مرة تاني، وانتهى الموضوع. ولم افتكر المرأة دي، الست دي فين، طبعا بتيجي بس ما افتكرهاش فين. القديجي روم لحق، قديجي روم لحق، يقول له يا ليتك تدين العالم كله وحدك. طب ما هو وحده، بس هو بيناجيه، لأنك تحنو وتشفق على العالم كله، تحنو وتشفق. صدقوني الديانة الحقيقية هي الشفقة على الآخرين، الديانة الحقيقية هي الشفقة على الآخرين. مرة واحدة واجتمعوا شوية آباء كهنة وقالوا لي ازاي نتعامل مع الخطاة، قلت لهم زي ما ربنا يسوع المسيح يتعامل معهم، زي ما ربنا يسوع المسيح كان يتعامل مع الخطاة تعمل معهم ازاي. ده قلت له الست اللي مسكت في ذات الفعل، كنت قلت لها ما تعمليش كده تاني، زي احنا ما بنعمل كده، ما تعمليش كده تاني. قال لي احسن تتكسف، احسن تتكسف. اما احد دانك ولا انا دينك، حبيبي سلام. وافتكر مره كنت مع مدير مستشفى، يمكن قلتها قبل كده، وفي بنت ممرضه استاذه في الخطا، مره تصنع علاقه مع الضابط بتاع الوحده، ومره اخرى مع العمده، ومره مع شيخ البلد، ومره مع الدكتور، استاذه في الشر. ربنا يسندها. طبعا ده الكلام كان زمان، لقيها عجزت دلوقتي بقى. الكلام ده كان مثلا في اول الثمانينات، زمانها عجزت وكانت يمكن تكون اتكلت. المهم، ومدير المستشفى رجل مسيحي، وبالنسبه لحقارتي كنت الوكيل بتاعه، قال لي يلا عاوزين البنت دي ننقلوها من هنا. وجلسنا امام مدير المستشفى، وكان اسمه الدكتور محمد عبد الرحيم. صنطتي كده مش عارف برضو موجود ولا، اذا كان موجود ربنا يذكره بالخير. وبعد ما عدد هذا الطبيب او المدير اخطاء هذه البنت، وعملت وعملت وعملت، واذا بالدكتور محمد عبد الرحيم يهز الكرسي بتاعه ويقول له يا دكتور من منكم بلا خطيه؟
فليرميها أولا بحجر. قلت له قوم بنا كده يا دكتور مسيحي، لقد أخذنا في كلام الله وربنا يسوع المسيح من فم إنسان غير المسيح. جيروم يقول له يناجيه يقول له يا ليتك تكون الديان وحدك. طب ما هو وحده وفي حد معه، بس بيتمنى انه ما يدخلش حد في الدينونة معه، لانك تحنو على كل بشر. الولد الصغير اللي قيل عنه الضال، الولد الصغير اللي قيل عنه الضال، خد الاموال وبددها في مع الخطاة والزنا، ولما فكر يرجع كما قلت من قبل في عظة من العظات، قال ابويا مش هيقبلني. فمن بعيد كده في بيت في المدينة من بعيد، يا بابا. فلما رآه تحنن على ايه؟ المشي غلط. ده مرة دخلت في مكان اكسسوار في بلد في الصعيد بتاع عربيات، لقيت الراجل بتاع الاكسسوار بيضرب ابنه بالصليبة بتاعت العربية. قلت له يا ملك الجنيت ولا ايه؟ في ايه؟ قال لي عارف يا ابونا بيعمل ايه؟ قلت له بيعمل ايه؟ قال لي بيشم بنزين. اول مرة كنت عارف حد يشم بنزين، والبنزين بيتشم هو هيروين ولا ايه؟ قلت له يعني هو يشم بنزين وانت تموته بالبنزين؟ مش تديه فرصة يا عم؟ تديه فرصة؟ ماشي غلط تديه فرصة. وأيضا كنا في شبرا ولقيت واحد برضو بتاع كهربائي سيارات بيضرب في الواد. رحت قلت له خد، أنت تحب حد يضربك؟ قال لي مش عايز أتعلم يا أبونا. أنا كنت جوا العربية والراجل من بره. رحت ناديت الواد اسمك يا حبيب؟ قال لي رمضان. قلت له خد يا حبيبي 10 جنيه دي علشان بيضربك ده، وطبعي كده مش هيضربك تاني. راح الراجل بتاع الورشه قال لي ما تجيب انا كمان 10 جنيه احطها بركه في الورشه. قلت له بشرط ما تضربوش مره تاني. الحنو يحتاجوا المشين غلط، مش القديسين. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم أأتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ده في خدمة بيقولوا عليها خدمة العيال بتعطي الشوارع، نفسي أشترك فيها الخدمة دي. جميلة أوي، جميلة خالص. تصحي واحد من النوم تقول له خد كل، جميل أول خدمة دي. وإذا كنت تحب تشترك فيها اشترك فيها زي ما بشترك فيها. كل ما أقف في مكان ألاقي العيال بتوعت الشوارع دول أروح أديهم وأقعد أحكي معهم شوية، أنت منين وأنت منين وإيه جابك هنا وبتبات فين. مرة كنت عند محطة سوهاج، ورحت كنت رايح القطر ولقيت ولد صغير كده واقف متنح بيبص عليا. قلت له اسمك إيه؟ قال لي محمد. جاي منين يا محمد؟ قال لي من اسكندريه. قلت له ايه جابك من اسكندريه؟ قال ابويا قاعد يضرب فيا. يا ابويا منين ده؟ ابويا منين ده؟ تلاقيه بيضرب فيا عشان حاجه بيشرب حاجه. واول ما فلت من يده يا ابونا رحت طرت ركبت في القطر، والقطر جابني هنا. قلت له هتعمل ايه دلوقتي يا محمد؟ قال لي يعني اروح بس بعد شويه كده. صعب عليا. معاك تليفون؟ معاهوش تليفون. قلت له معاك كم فلوس؟ ايه معاك؟ 5 جنيه. قلت له ما بتدفع ايه في القطر يا محمد؟ قال لي ما يجيني الكمثال. اقول له والله ما معيش فلوس. هتعمل في اعمل ايه تعمله؟ فرحت اديته لوكيكه فلوس كده 100 بس، ايه عشرات وخمسات وعشرينات. قلت له اديني نمرة التليفون
خد نمرة التليفون بتاعي يا محمد علشان اول ما تروح عند بابا تقول له ابونا اداني نمرة التليفون اللي حطته ابني تاني هروح اقعد عند ابونا تونس في الدين. طبعا طبعا. بعدين يا جماعة بعدين في العنف تتناول وتقصر وتصوم وانت جامد كده صلب الحنو زي ربنا وخصوصا ماشيين غلط لما رأى من بعيد تحنن وقال ابني كان هذا ميتا فعاش وكان ضلا فوجد يقول ايه قال وراك تجري قلت له انت راجل كبير بتجري ازاي الحنو اللي في قلبه اعطى قوة لرجليه والاعصاب جري والصغير اللي عمل الخطأ الابن اللي عمل الخطأ خايف ما يروح لألا يوبخ من الاب ولا الاب وبخه يبقى على حق لانه ماشي غلط ولكن الحنو اللي في قلبه وشد اعصابه وجري وركض ووقع على عنقه وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد اهلا وسهلا بيك وحشتني يا ولدي انتوا كلكم اثنين واليد الواحده ما تسجفش وضع في يده في خاتما وفي رجله حذاء واذبحوا العجل المسمن والبسوه الحله الاولى جتني زعل الكبير وكان ايضا يحنو ويشفق على الثاني ما الثاني كان ماشي غلط يقول له ابنك هذا اللي ضيع عمالك مع المساكين يا جماعه ايه اخباركم جود مورنينج فيه نصلي ونصوم والقلب قاسي ونعمل 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 والقلب قاسي ولنا اخلاق نبيله جدا والقلب قاسي والقديس جيروم يقول له يا ليتك تدين العالم كل وحدك لا ملائكه ولا بشر لانك تحنو على طلع لابنه كبير قال له يا ابني كل ما هو لي فهو لك اخوك هذا مش ابن اخوك في هذا ما العزات كنت قلت لو كان اخويا كنت قلت له يا حبيبي يا اخويا وحشتني الملي مين اللي عندك اسمه انا وانت تدقون يا جماعه الديانه الحقيقيه هي الحنو على الاخرين وخصوصا مش غلط لكي يرجعوا عن الخطا ده اول ما دخلت الست الخاطئه عند سمعان الفريسي قعدت جنب ربنا تحكي معاه وربنا طنش كل الاراخين الموجودين بما فيهم سمعان وقعد يحكي مع الست وقاعد يحكي مع الست والست تغسل رجليه بدموعها وتمسحهما بشعر راسها ايه المنظر ده ايه المنظر ده بصراحه انا ما احتملش المنظر ده واحده تعمله معايا الناس يقولوا علي ايه يقول ايه واحده ست قاعده بتبكي على عند رجليه وبتمسح رجليه براسها ايه المناظر التعبانه دي ولكن الحنو اللي في داخله يغلب كرامته امام الاخرين حنو ما يهموش كرامته اما اللي يهمه ايه يحنو على الخطاة والناس مش غلط وتحط التكليب تبص في رجليه ايه ده تفتكر مرة واحدة من البنات اللي عاوزين يتجوزوا واسر مستورة ولما وطت علشان تقبل قدمي تعبت اوي اوي تعبت جدا تعبت وقلت لي يا بنت وانا جايب من بيت ابويا ما بجيبه من الاخرين عباره عن واحد بتاع خزنه بس لكن مش من بيت ابويا تبدوس على رجلي ليه؟ ليه الخطيه دي؟ عشان تقول لي شكرا يا ابونا مت انك بعت لي الحاجات دول خلتني جيت خدتهم ما خليش حد من الشباب بتاع دير عشان يعرفوني هي الديانه الطاهره النقيه الحنو حتى على ماشي غلط حتى على ماشي غلط حتى على ماشي غلط وربنا قال لي سمعان يا سمعان
انت غير محتاج للحنان، وانت واخد مقلب في مخ في نفسك، مفكر نفسك انك بتعبد ربنا وبتعمل الوليمة الكبيرة. مين قالك انا محتاج للحوم؟ انا محتاج لقلوب، مش محتاج للحوم، مش محتاج لموائد، محتاج الى قلوب الناس اللي ماشيين غلط كلي الحنو. اذا اردت ان تتعمق في علاقتك مع ربنا، كل ملك ما تعمق حنوك، وخصوصا على الناس اللي ماشيين غلط. للانبا ابراهام اسقف في يوم الجيزة لما ادى للست البطنية بتاعته ولو جابوا له بطاطين جديدة، قال الاخ بتاع المطرانية روح هات الست في الخدط البطنية. والاخ ده كان متغاظ قوي من الست، قال لها معهوش البطنية غير، فهو راجل كبير في السن والدنيا برد، ووبخها كثيرا. ونشكر ربنا لما بنوبخ ما بنرجعش لرشدنا. افتكر لما في سنة من السنين، يمكن من 10 سنين، لما لقيت اخوة الرب كتار قوي، ورحت مسكت الميكروفون قلت لهم انتم متسولين مش محتاجين، كل واحد ياخد 20 جنيه ومشي. يعني قلت بجيب الخزنة بتاعتي، فانا بديهم 20 جنيه. لقيت واحد راجل دم يعني عينيه مدمع، قلت له مالك؟ قال يا ابونا كنت مشيتنا من غير ما تهزقنا، ليك حق. وديته اللي في النصيب. وبعدين دخل الاخ بتاع العلاقات العامه قال لي شفت وزاره الكهرباء عاوزين 75,000 على المحول. قلت له امال احنا شركه سكر؟ قال لي بيقول ادفع والظلمه. باختصار ممكن قلتها قبل كده. وليلا على الساعة 4 في الفجر كده جاني أنبا موسى الأسود، حلو أوي، دم خفيف جدا، هو أسود بس دم خفيف أوي. وقال لي أحلل لك مشكلة الكهرباء، ما تعملش كده تاني في ناس مساكين. صحيت في الفجر كده قلت يا أنت حنين عن مين؟ أي حرامي أنت الحرام حنين عني. حاضر. في نفس الميعاد جاني الأخ بتاع العلاقات العامة قال لي شفت يا أبونا دخلت لك على وكيل الوزارة بتاع الكهرباء. وقلت له بقول لك ايه يا باشا، ابونا بتاعنا صعيدي ومخه متربس مش هيدفع، قطعت النور ما قطعتش مش هيدفع. فقال عملوا حركة كده عملوها 7,500 من 75. قلت له ده انبا موسى الاسود، انبا موسى الاسود. قال لي احل لك المشكلة بتاعت الكهرباء بس ما تعملش. قلت له انت الحرامي عندك حنوة على الناس اكتر مني، عشان كده الخدمة بتاعت الدير عندنا ما اسمهاش خدمة انبا ابراهام، اسمها خدمة انبا موسى الاسود. يمكن متهيألي الوحيدة في العالم كله خدمة انبا موسى الاسود. الحنوة مهمة يا جماعة، الوقت بتاع القداس. الديانة الطاهرة النقية ان تحنو. ادماء شوف عشان الانسان بتاع ربنا حرامي، قال حرامي مين؟ ده انا الحرامي. ليه انا الحرامي؟ عشان في قسوه في قلبي، لكن هو مش حرامي الراجل. الديانه الطاهره النقيه ان تحنو، وخصوصا على ماشيين غلط. ربنا يحنو على الكل وخصوصا ماشيين غلط عشان يشجعهم. ويمكن مره تكلمت على رجل اعمال كان في داخل عربيته وشغال في اليوتيوب والفايبر والواتس والحاجات بتاعت الايام دي. وعدى ولد بيبيع مناديل مسكين، فراح اداله جنيه، قال له خلي المنديل بتاعك معك، اداله جنيه. جنبه مكان بتاع احذيه. الولد دخل في الباترينه بتاعت الاحذيه. الله، هو سمع ب75 جنيه، الله ب95 جنيه، وقام على جنيه، الله ب105 جنيه، الله الله. والله اللي كان يقولها الطفل الصغير اللي عاوز يشتري شوز رنت في قلب الرجل الاعمال الموجود في عربيته، وقلبه في حنو.
ليه؟ احيانا تعمل ودن من طين والتانية من عجين كانت مش شايف. ده مرة قلت يا جماعة هل يصح ويليق اني احيانا اسرة فقيرة تتغدى تتعشى بنص كيلو لحمة واحنا في الدير بنجيب لحوم واشكال والوان؟ مين فينا اللي ماشي في فقر اختياري؟ احنا ولا هو؟ ده هو اللي ماشي في فقر اختياري مش احنا. ورنت في ودن رجل الاعمال المليان حنو، عشان في رجل اعمال قاسي يقول لك ده عيال شارع. فترك سيارته ودخل عند الراجل بتاع المحل وقال له عاوزك تبيع لي كل البترين دي. قال له ليه؟ قال له كده بحال. راح بحاله قال له اكتب على البتينة حذاء بجنيه واحد، واشترى له كل الأحذية. ودخل الأخ ده انبسط قوي قوي وخد بالجنيه بتاعه الحذاء الواحد. وكما قلت من قبل وكررها كثيرا، لما كنت في أول إعدادي وكان جايبين لي شوز أبيض بسود جميل قوي، فلان إذا يمكن خمسة ابتدائي كمان، وحتى بنطلون أسود وقميص أبيض مش معقول كأنه قبطان. والأطفال الصغيرين لما يكون معهم شوز شديد يبصوا عليهم ماشيين كده يتمتع يعني من انبساطهم بالشوجر. وفي ليلة عيد الميلاد، غالبا الميلاد مش عارف ميلاد ولا كام، بس غالبا الميلاد، وراحوا ايه سرقوا الشوز بتاعي. ورجعت في عيني جات الحزينة تفرح ما لقيت مطرح. ورجعت يا عيني خبط في المية وفي الطين، وكانت ليلة تعبانة قوي بالنسبة لي. وتاني يوم رحت في الكنيسة في مدارس الأحد، وجدت الشوز بتاعي مع ولد من إخ من بتعوت الملجأ الأيتام، فلم أكلمه. وقفت أمام المذبح الهيكل قلت له أشكرك يا رب إني بابايا فرحني بالبنطلون والقميص، وإنت فرحت ابنك بالشوز ده. هو الديانة الطاهرة النقية إنك تحنو الماشي غلط يا حبيبي. أكتر من 90% من خدمة إخوة الرب بنعملهم بطريقة قاسية ونقول متسولين. طب متسولين ما تعملهم بحنو، هما متسولين طب ما تعملهم بحنو، لغاية ما يعرفوا الطريقة. ربنا يدينا كلنا إني مش نصلي وبس، ولكن ونحن على الماشي غلط، مش نصوم بس ولكن نحن نشفق على الماشي غلط، مش نعمل في الكنيسة وخلاص ولكن نحن على اللي ماشي غلط، لأنه هو الله اللي بيحنو على الكل وخصوصا ماشيين غلط. والقديس جيروم يقول له كل البشر والملائكة قساه إذا قورني بك، إنك ملك كلي الحنو، يا ليتك تكون وحدك الديان لكل العالم بدون شريك، انك تحنو على كل البشر. لهنا المجد دائما بدين.